السلام عليكم. Our subject today is the urinary system, الجهاز البولي. We start from the kidney. The kidneys are bean shaped, lie behind the peritoneum. هي عبارة عن عضو يشبه حبة الباقلاء، يقع خلف البريتونيوم. البريتونيوم هو غشاء داخلي يبطن جدار البطن. On the posterior abdominal wall, في الجدار الخلفي للبطن. On each side of vertebral column, على جانبي العمود الفقري. From the level of last thoracic, امتدادا من الفقرة الصدرية الثانية عشر T12 to the third lumbar L3 إلى الفقرة القطنية الثالثة. Vertebrae and the rib cage, والفقرات والقفص الصدري partially protect them, توفر حماية قليلة أو جزئية للكليتين. The liver is superior to the right kidney, والكبد يقع فوق الكلية اليمنى. So it's slightly lower than the left kidney. فتكون الكلية اليمنى بمستوى أبطأ من الكلية اليسار. رينال كبسول هو عبارة عن طبقة من نسيج ضام ليفي is a layer of fibrous connective tissue surround each kidney, تحيط بكل كلية. adipose tissue layer, وهناك طبقة دهنية engulfs the renal capsule, تحيط ب renal capsule. protect the kidney against the mechanical shock, وهذا توفر حماية للكليتين من الصدمات أو الضربات الخارجية. renal fascia is a thin layer of connective tissue, هي عبارة عن طبقة رقيقة من نسيج ضام surround the adipose tissue, تقع فوق الطبقة الدهنية للكلية, وهذا يوفر دعم وحماية إضافية للكليتين. The hilum represents a small area, يمثل منطقة صغيرة, where the renal artery من خلالها يدخل الشريان الكلوي and the nerve والعصب الكلوي إلى الكليتين. And the renal vein والوريد الكلوي and the ureter والحالب يخرج من الكليتين. The kidneys have two layers. والكليتين تتميز بأنها تمتلك طبقتين. The outer cortex and the inner medulla. الخارجية تسمى القشرة والداخلية تسمى اللب. The medulla is composed of renal pyramids. تتألف من تركيب يسمى renal pyramids. Pyramids هي أهرامات. جزء يشبه الأهرامات. Renal column consists. وهناك جزء آخر يسمى renal column. consist of cortical tissue. هذا الرينال كولوم يتألف من أنسجة ممتدة من منطقة الكورتكس من القشرة تمتد بين الأهرامات الكلوية. project between the renal pyramids. the base of the pyramids, وقاعدة هذه الأهرامات الكلوية, form the boundary between the cortex and the medulla, تشكل الخط الفاصل بين القشرة واللب. the tip of the pyramids, وأما قمة الهرم تسمى renal papillae, الحليمات أو النتوءات الكلوية. point toward renal sinus, تتصل بما يسمى بالمصب الكلوي أو renal sinus. so we can see here this is the cortex, هذه منطقة القشرة, والمنطقة التي تأتي بعد القشرة هي المدلة. so the medulla consists of these are called renal pyramids. This is the base of renal pyramids. هذه قاعدة الأهرام والتي تشكل الخط الفاصل بين القشرة واللب. And this is the apex of the pyramids. And we have here what's called renal column. هي المنطقة الممتدة من القشرة بين ال renal pyramids, from the cortex to the renal pyramids. الطبقة الخارجية للكلية هي fibrous capsule. هناك الكؤوس الكلوية, we have minor calyces, تتحد لتكون ما يسمى major calyx, الكؤوس الرئيسية, والتي تتحد فيما بعد لتكون ما يسمى
الحالب، وهذه هي عبارة عن الرينال بابلي، هذه الخطوط التي تشكل هي الحليمات الممتدة from which extend from the renal pyramids، والتي تمتد لتصف في الرينال ساينس. منطقة هذه المنطقة هي الهايلم، التي من خلالها يخرج اليوريتر، يخرج الحالب من الكلية وتدخل الشرايين الكلوية وتخرج الأوردة الكلوية من هذه المنطقة. Minor calyces are funnel-shaped chambers. الكؤوس الثانوية هي عبارة عن كؤوس تشبه القمع، funnel-shaped chambers into which the renal papillae extend، والتي تصب فيها renal papillae. The minor calyces of several pyramids form larger funnel called major calyces. راح تتحد مع بعضها البعض لتكون major calyces، الرؤوس الكؤوس الرئيسية، which converge to form renal pelvis، والتي تتحد وتلتقي مع بعضها لتكون حوض الكلى. يبدأ حوض الكلى بالتضيق، the renal pelvis narrow into a small diameter tube ليكون أنبوب قطره أصغر، to form the ureter ليكون ما يسمى الحالب، which exits the kidney at the hilum، والذي يخرج من الكلى في منطقة الهايلم، and connect the urinary bladder، وبالتالي يتصل بالمثانة. Urine formed، وعندما يتكون الإدرار within the kidneys flow from the renal papillae، يكون المجرى الإدرار من منطقة الرينال بابلي into minor calyces، ثم يذهب إلى الكؤوس الثانوية، then to major calyces، then to the renal pelvis، and then to the ureter، then collected، ثم يتجمع في منطقة المثانة. Nephron is the histological and functional unit of the kidney، والوحدة الوظيفية والنسيجية للكلية تسمى بالنفرون. Each nephron consists of، وبالنسبة للنفرون يتكون من عدة أجزاء، الجزء الأول يسمى renal corpuscle، الجزء الثاني يسمى proximal convoluted tubule، الأنابيب الصادرة الملتوية، loop of Henle، جزء يسمى loop of Henle، والجزء الأخير يسمى distal convoluted tubule، الأنابيب الملتوية النازلة. The renal corpuscle والproximal convoluted tubule and distal convoluted tubule، تقع هذه الأجزاء الثلاثة في in the renal cortex، في القشرة. بقي لدينا collecting duct and a part of lobe of Henle are opened in the renal medulla، والتي تفتح في منطقة اللوب. If we take cross section of the kidney we can see different part of the nephron. This is the glomerulus، التي هي عبارة عن مجموعة من الأنابيب الشعرية الدقيقة. This is the Bowman capsule، والجزء الذي يحيط بمنطقة الجلوميرولوس. This is the proximal convoluted tubule، ثم تمتد تكون lobe of Henle، بعد ذلك تكون distal convoluted tubule، التي تصب في collecting duct. Types of nephron. بالنسبة للنفرون يكون لدينا نوعين، juxtamedullary nephrons lies near the medulla، هذا النوع يمتد إلى منطقة المدلة. consists of 15% of the nephron، ويشكل نسبة 15% من أنواع النفرون. have long lobe of Henle، يتميز هذا النوع بأنه lobe of Henle يكون طويل بحيث ينزل إلى منطقة المدلة، extending to the medulla. The second type is called cortical nephron. This type of nephron, the lobe of Henle not extend to the medulla، يكون lobe of Henle أقصر، وبالتالي لا ينزل ولا يمتد إلى منطقة المدلة. This picture we can see the types of nephron. This is cortical nephron. The lobe of Henle is short and just stay in the cortex, not extend to the medulla.
And this is juxtamedullary nephron. The lobe of Henle is long, that extend to the medulla. Renal corpuscle هو عبارة عن جزء كروي consists of Bowman capsule يتألف من غلاف ممتد من النفرون يسمى Bowman capsule and glomerulus هو عبارة عن مجموعة من الأوعية الدموية الشعرية الدقيقة which is a network of capillaries. So the fluid is filtered from the glomerulus. يبدأ السائل بالترشح من هذه الأوعية الدموية الشعرية الموجودة في glomerulus into the Bowman capsule وثم ينتقل إلى البومان كبسول وبالتالي ينتقل إلى النفرون. Ureters and urinary bladder. بالنسبة للحالب والمثانة Ureters are tubes through which the urine flow from the kidney to the urinary bladder. يقوم بنقل الإدرار من الكليتين إلى المثانة. They extend from renal pelvis ويمتد إلى حوض الكلى at the renal hilum في منطقة الهايلم of each kidneys to the urinary bladder. Urinary bladder المثانة تمثل is a hollow muscular container هو عبارة عن جزء عضلي مجوف lies in the pelvic cavity يقع في الحوض منطقة الحوض. The ureters enter on its posterior lateral surface ويتصل الحالب بالمثانة في الجزء الخلفي الجانبي من المثانة. The trigone is a triangular area هو عبارة عن منطقة مثلثة of the bladder wall من جدار المثانة between the two ureters posteriorly بين منطقة اتصال الحالبين بالمثانة من جهة الخلف and urethra anteriorly والإحليل من الأمام and expand minimally during filling وتتمدد هذه المنطقة قليلا عند امتلاء المثانة بالإدرار. Urethra تمثل الإحليل transport the urine from urinary bladder to outside of the body وظيفته يقوم بنقل الإدرار من المثانة إلى خارج الجسم. The urethra has two sphincters يمتلك نوعين من العضلات العاصرة أو القابضة. First the internal sphincter العضلة الداخلية القابضة present in milk وهي موجودة في الذكر. It contracts to keep the semen from entering the urinary bladder وتحافظ على المني من الدخول إلى المثانة. It composed of elastic tissue and smooth muscle ويتألف من نسيج مطاط وعضلة ملساء. العضلة الملساء تتميز بأن تقلصها لا إرادي فتكون هذه المنطقة تقلصها لا إرادي. External sphincter العضلة العاصرة أو القابضة الخارجية composed of skeletal muscle تتألف من عضلة هيكلية وبذلك تكون تقلصها إرادي. This picture show the bladder. This is the bladder and this is the ureter. هاي منطقة اتصال الحالب بالمثانة. This is the trigone التي هي المنطقة المثلثة التي تتوسع عند امتلاء المثانة. This is the internal urethral sphincter العضلة العاصرة القابضة الداخلية. This is the external urethral sphincter العضلة العاصرة أو القابضة الخارجية التي تتألف من العضلات الهيكلية.